إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، نبدأ بالكلام عن الصيام، وهذه العبادة عظيمة، وهي من أجل العبادات، وهي من أجل العبادات والقربات إلى الله جل وعلا. وقد خصها الله جل وعلا بأنها خاصة له، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أجر الصيام أحد إلا الله، لما اختصت هذه العبادة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى واطلاع الله عز وجل على هذه العبادة. والصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، والصوم في اللغة بمعنى الإمساك أو الحبس، وفي الإصطلاح الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من الفجر إلى مغيب الشمس مع النية، فلا بد من مصاحبة النية لهذه العبادة العظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام هديه في بداية صيامه أنه كان لا يبدأ الصوم إلا برؤية محققة، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ الصيام برؤية، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، أي الهلال، هلال شهر رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غبي عليكم بمعنى خفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا حديث رواه أبو هريرة ووارد أيضا عند البخاري. فكان يبدأ صيامه صلى الله عليه وسلم أو شهر رمضان برؤية محققة للهلال، فإذا أصبح في ذاك اليوم أي سبب أنه لا يستطيع الرؤية كان يكمل العدة. والأمر الآخر كان يعتمد أيضا، يعتمد أيضا في بداية شهر رمضان، هو شهادة شاهد عدل، فإذا شهد شاهد واحد عدل سواء ذكر أو أنثى بأنه رأى الهلال يؤخذ به ويجب على الجميع الصيام. فكان عليه الصلاة والسلام هكذا يبدأ، فإذا لأي سبب كان غم علينا مثلا في ليلة شعبان أو 30 من شعبان، كان في غيم ولا كذا ولم نرى الهلال، فليس أمامنا في هالحالة إلا إكمال العدة، إكمال العدة. ومن هذا نأخذ مسألة، وهي مسألة صيام يوم الشك. فقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يصوم يوم أو يومين قبل رمضان، فقد نهى عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان. ففي حديث رواه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، بمعنى أنه إذا صادف أن مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس، وصادف أن الاثنين هو 30 من شعبان أو يعني آخر هذا اليوم الذي قبل رمضان، إذا صادف يوم هو كان يصومه فلا بأس يصومه ولا بأس. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. وهذا اللفظ يوم الشك، ما معنى يوم الشك؟ يوم الشك يعني هو يوم 30 من شعبان، نحن لا نعلم هل هو 30 من شعبان أو هو 1 من رمضان، ففي هذه الحالة سواء كان بسبب غيم أو غير ذلك، لا نحن يعني مترددون في هل هو شعبان أو غير شعبان، هذا يعتبر يوم شك، وهذا يوم
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصيام فيه، فلا يجوز أحد لأحد أن يصوم في هذا اليوم إلا إذا كان صوم قد اعتاده كما ذكرنا. أما أنه يصوم ويعده من رمضان هكذا لا، فلا بد من وجوب يعني استحضار النية في عبادة الصيام. وهذا أيضا يدخلنا في مسألة جديدة وهي النية. فمن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يبدأ صيام رمضان إلا بنية مبيتة من الليل، فهو كان يصوم ويبيت النية. وهذا أيضا ورد في حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والمقصود أن لابد من تبييت النية قبل دخول العبادة، قبل دخول العبادة. وهذه النية أيضا يعني يأخذنا إلى موضوع آخر، هل نية واحدة تكفي لشهر كامل ولا كل ليلة نحتاج إلى نية جديدة؟ الجمهور من العلماء على أن نحتاج لكل يوم نية مستجدة، يعني كما يقولون جاء الحديث إنما الأعمال بالنيات، وكل يوم عمل مستقل فيحتاج إلى نية مستقلة. فالجمهور يعني الأحناف والشوافع والحنابل على أن لكل يوم نية. والقول الثاني هو قول الإمام مالك رحمه الله أن نية واحدة تكفي لشهر كامل، وبشرط التتابع، لأن صيام شهر رمضان إنما هو صيام شهر رمضان متتابع، يعني عمل أو عبادة متتابعة تكفي فيها نية واحدة، وهذا قول قال به الإمام مالك رحمه الله. وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.